هناخد معانا الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، أهلا بكل المشاهدين. أهلا بك دكتور أسامة، كيف ترى التحركين ما بين تحرك أمام المحكمة دعما للدعوة اللي تقدمت بها جنوب أفريقيا، وأيضا تجديد مطالبة مجلس الأمن بضرورة حماية المدنيين طبقا ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والموقعة عام 49؟ يعني أولا عشان نفهم أهمية ورمزية هذه الخطوة، يجب أن احنا ندرك أنه أولا الخطاب المصري لم يتغير منذ بداية الأزمة وحتى الآن. ما تحدثت عنه مصر منذ اللحظة الأولى هو ما تتحدث عنه الآن. أولا وقف جريمة الإبادة الجماعية، وقف الاستهداف والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إنفاذ المساعدات، توفير الحماية للمواطنين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. هذه الأمور كانت من ثوابت الخطاب المصري منذ بداية الأزمة وحتى ما قبل 7 أكتوبر. مصر لا تغير مواقفها، بالعكس أعتقد أن مصر هي ربما الدولة الوحيدة اللي لديها الرؤية الشاملة والإحاطة الدقيقة بما يجري على الأرض في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية على مدى عقود وليس فقط على مدى شهور هذه الأزمة. وبالتالي هذا الخطاب اللي استمعنا إليه اليوم وهذا البيان اللي أصدرته الخارجية المصرية اليوم هو تأكيد على ثوابت الدولة المصرية، على ثوابت الموقف المصري، وفي تقديري أيضا هو مؤشر واضح على نفاد صبر الدولة المصرية إزاء الممارسات الإسرائيلية، لأنه الحقيقة القاهرة تلتزم بمنهج هادئ بإجراءات متدرجة تعتمد على تغليب اعتبارات الحكمة والتعامل الهادئ مع المواقف، لكنها أيضا تحترم أولا ثوابتها القومية وثوابتها القانونية وثوابتها الإنسانية، وأيضا تحمي أمنها القومي، وهذه مسألة مهمة للغاية، وكلنا نعلم تماما مدى قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي. النهاردة القرار فيما يتعلق باعتزام التدخل ودعم الدعوة الجنوب أفريقية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو تأكيد أولا على أن الدولة المصرية تستخدم كل الأدوات المتاحة كل في حينه ولكل مقام مقال، كما يقال أنه الإجراءات التصعيدية والإجراءات المستخدمة هي تتواكب مع تحركات سياسية وتحركات دبلوماسية وتحركات قانونية، أن هذا الأمر يمثل انضمام دولة كبرى ودولة مهمة ودولة لديها مصداقية على المستوى الدولي وعلى الساحة الإقليمية وأيضا لديها مصداقية قانونية في المنظمات الدولية، وأنا أعتقد أن ده هيكون إضافة كبيرة لدعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وما دفع الدولة المصرية لهذا الأمر هو إمعان إسرائيل كما أشار البيان في القتل الجماعي وفي العقاب الجماعي وفي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم امتثال إسرائيل والحكومة الإسرائيلية للالتزامات المتعلقة بسلطتها كسلطة احتلال. وعايز ألفت انتباه حضرتك أستاذ يوسف لما يتعلق بهذا المصطلح، لأنه هذا المصطلح مصطلح قانوني مهم. القانون الدولي يرتب على سلطة الاحتلال التزامات وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تتعلق بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال، تتعلق بتوفير سبل الحياة للمدنيين والمواطنين الخاضعين للاحتلال، تتعلق بالتزام سلطة الاحتلال بتوفير كل التدابير التي تحمي الحياة على الأراضي المحتلة. إسرائيل للأسف الشديد تقوم بعكس ذلك تماما، هي التي تحرم الحياة وتقضي على سبل الحياة في قطاع غزة، هي التي تقتل المدنيين في قطاع غزة، هي التي تستخدم الإبادة الجماعية وتستخدم سلاح التجويع ومنع المساعدات كوسيلة للعقاب الجماعي وكوسيلة للقتل الممنهج ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وإطلاق يد المستوطنين في انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كل هذه الجرائم أعتقد أنها لا يمكن السكوت عنها، وبانضمام مصر اليوم وبإعلانها أنها تعتزم التدخل لدعم الدعوة الجنوب أفريقية أعتقد أن ده مكسب كبير لهذه الدعوة ومؤشر مهم يجب أن تعي دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أن مصر التي صنعت السلام وفتحت طريق السلام ومنحت المنطقة تغير مهم زي ما حضرتك كنت بتشير منذ قليل، أن القاهرة ينفذ صبرها وأن القاهرة التي استخدمت صبرا استراتيجيا واستخدمت كل الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة
الآن هي تستخدم أدوات أخرى للتعامل مع الموقف، إزاء الصلف والغرور الإسرائيلي، وإزاء أيضا التواطؤ الأمريكي مع المواقف الإسرائيلية. طب دكتور أسامة، أكيد تابعت البيان بتاع الاتحاد الأوروبي، وطبعا جدير بالذكر أن الاتحاد هو الطرف الرابع الموقع على اتفاقية المعابر نوفمبر 2005. لماذا لم يتحرك الاتحاد فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واللي هو قانونيا وطبقا لهذا الاتفاق هو تحت سلطة وسيادة السلطة الفلسطينية، تحت سيادة الفلسطينيين؟ الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا أكيد تبعته، بيانا مش عايز أوصفه بأي وصف غير منضبط، ولكن كأنه والعدم سواء، هو بيانات المناشدة والسلام عليكم، وكأنه يناشد الحمائم لأجل أن يخففوا قليلا من تربيتهم على أكتاف الفلسطينيين. يعني للأسف الشديد إذا أردنا الحقيقة، المسألة القانونية أو الاعتبارات القانونية لا تحكم مواقف الدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هناك احترام وتقدير للاعتبارات القانونية لما رأينا كل هذا الدعم والتواطؤ مع المواقف الإسرائيلية منذ بداية هذه الأزمة. بالتأكيد الاتحاد الأوروبي كان طرفا فاعلا في اتفاقية المعابر 2005، وكان يقضي بتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بتواجد ممثلين للاتحاد الأوروبي يراقبون ما يجري في هذا المعبر. طبعا الأمور تغيرت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007، وبالتالي المسألة تغيرت بشكل كامل وانسحب الاتحاد الأوروبي من هذا الاتفاق. لكن ما أريد التأكيد عليه أن الاعتبارات القانونية مغيبة تماما، وأن الاعتبارات القانونية لا تمثل معيارا من معايير تعامل الدول الغربية سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة مع الأزمة في قطاع غزة، لأنه إسرائيل انتهكت كل ما يمكن أن يكون له علاقة سواء بالقانون الدولي أو بالقانون الدولي الإنساني أو بمواثيق حقوق الإنسان التي تزعم هذه الدول الغربية أنها تمثلها وتحميها، بل وتستخدم أدوات التدخل في كثير من دول العالم من أجل الزعم أنها تحمي هذه الحقوق الإنسانية. إسرائيل ارتكبت كل ما يمكن أن يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم بحق الصحفيين وبحق المدنيين وبحق الأطباء وبحق المنشآت والأعيان المدنية التي يحميها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويوفر حماية صارمة لهذه المنشآت ولهذه الشخصيات. للأسف الشديد إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه المواثيق وبكل هذه القوانين. إضافة إلى ذلك أيضا، وأنا أعتقد أن هذا الأمر ملموس من قبل كثير من المحللين والمراقبين، أوروبا والدول دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تلك الدول التي كانت تمتلك بعض المواقف المتوازنة أو المغايرة للسياسة الأمريكية. تمام، أنا بشكرك جدا دكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار.